بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقيات تهنئه الى اصحاب الجلاله والفخامه ملوك ورؤساء الدول الصديقه بمناسبه احتفال دولهم باعياد الميلاد واعرب جلاله الملك المفدى عن اخلص تهانيه واطيب تمنياته لهم بموفور الصحه والسعاده ولدولهم وشعوبهم الصديقه بالمزيد من التقدم والازدهار متمنيا جلالته في هذه المناسبه بان يعم الامن والسلام والرخاء ربوع العالم من اجل خير البشريه جمعا